السلام عليكم الزلف اللون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كما شفنا خوتنا، صراحه هذه الصوره تبين وتوضح الظلم التحكيمي والمجزره التحكيميه ضد شبيبه القبائل. لا نعلم لماذا كل هذا الظلم. اين هي وضعيه التسلل هنا؟ يعني هجمه، صدقوني، اين هي وضعيه التسلل؟ لا توجد اي وضعيه تسلل لصفر واعلن عليها الحاكم ضد شبيبه القبائل. لا توجد اي وضعيه تسلل. ولا هنا نلاحظوا باللي كاينين زوج لاعبين من اتلتيكو بارادو خوتنا داخلين يعني المنطقه تاعهم، وما كاين حتى وضعيه تسلل، وزيد الحاكم حرمهم من ضربه جزاء. يعني صراحه ضربه جزاء هذه شرعيه 100%. يعني الحاكم قموح حرم شبيبة القبائل من ضربة جزاء شرعية 100%. ربي وكيلكم ان شاء الله. صراحة حبوا يحطموا شبيبة القبائل، والله غير حبوا يحطموا شبيبة القبائل، ويريدون سقوطها الى الدرجة الثانية. ولكن نتمنى ان شاء الله يا ربي. شبيبة القبائل كبيرة على الجميع، والكبير يبقى كبير بإذن الله، وبإذن الله ربي يوفقها وينصرها على كل الحكام الظالمين. والله صراحة لما نشوفوا هذا المجزرة التحكيمية وهذا الظلم التحكيمي ضد شبيبة القبائل، نكره كرة القدم. يعني كرة القدم تكرهها في الجزائر لما يخطط لها. لايك على الفيديو خوتنا، ابونيو في القناة، بارتاجيو هذا الفيديو باش ان شاء الله الميساج يلحق ويجيبوا لنا حقنا. بارتاجيو هذا الفيديو ماكسيموم ان شاء الله. اخطاء والله جد فادحة، والله اخطاء جد فادحة كارثية تحكيمية ضد شبيبة القبائل. لا نعلم سببها ومن وراءها. خليونا ان شاء الله الاراء تاعكم في التعليقات. نتمنى ان شاء الله كل توفيق لشبيبة القبائل، وفيف الجياسكا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.